شغل وحدوته، ولازم تقعد تحكي 30 ستة عملت ايه في مصر، عملت كتير. خلونا الاول بس ناخد سيادة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا 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 بيك يا سيادة اللواء. يوسف باشا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. سيادة اللواء، حضرتك توليت لفتره كبيره جدا مهمه المرور في مصر بالكامل بالطرق دي، وبالذات الطريق بتاع الساحل الشمالي اللي كان زمان ده هو ايه طريق الحوادث، ويعني خد اعمار بتاعه شباب زي الفل لسنين طويلة. بتشوف الطريق ده ازاي والتطوير اللي حصل فيه ده بتشوفه ازاي يا فندم؟ والله يا فندم ده حلم من احلامنا. لو تتذكر حضرتك ان انا اتشرفت مع قبل حضرتك، اتكلمنا عن احلامنا في المرور والطرق والحوادث، وقلت في خطة طموحة ان شاء الله الدولة بتعملها، والحمد لله بتطور. شايف الطريق طبعا يعني طريق عالمي، يعني نموذج عالمي لا يقل عن احد الطرق العالمية اللي موجودة في العالم كله. كمان انا طبعا معتز جدا بال حضرتك نزلته دلوقتي البرومو اللي نزل ده عشان اوضح للناس، لان كان في يعني سلوكات على الميديا كده ان الكباري مش الكوبري ده مش مفهوم، ودي حاجه صعبه جدا وحاجه خطيره جدا. مع انه بالعكس الكوبري ده مصمم بتنفيذ عالمي محترم جدا، حل مشكله كبيره. سيادتك بس نرجع ورا السنه اللي فاتت، وزي ما تفضلت كميه الحوادث الرهيبه اللي حصلت نتيجة المصطفين الكتير، ونتيجة طبعا العالمين بقت مدينة عالمية، حضرتك شايف التطوير ما شاء الله فيها، وهيبقى فيها جامعة ويعني حاجة. فكان لازم يحصل تدخل علمي منطقي بالكلام ده. السنة اللي فاتت طبعا الداخلية تدخلت بالطرق التقليدية الأولية سريعة، انها خفضت السرعة 80 كيلو ونزلت ضباط كتير جدا، عملت رادارات، وقفت كل طبعا النزيف اللي كان بيحصل. لكن هل ده هيفضل اسلوب ان احنا ننزل ضباط وامناء وعساكر 24 ساعه؟ لا لا، النهارده الدوله بتفكر تفكير علمي منطقي، وزي ما سيادتك تفضلت يعني الكوبري منفذ، طبعا الطريق منفذ على طريق عالمي جدا. المنطقه ليه الناس تقول طب ليش معنى من الكيلو 101 لغايه 156؟ لان ده حضرتك من بدايه الطرق المدن الساحليه الموجوده على الطريق كلها مع امتدادها من مدينه العالمين، يعني بياخد من اول مارينا واحد عشان الناس تفهم، يعني انا اسف يعني، لغايه مطار العالمين. يبقى انت كده امنت كل السياح والطلبه وابنائنا اللي هيبقوا موجودين والناس المصطفين بكل هذه الكميات. في تطوير خطير جدا بقى اهم من الموضوع ده، ان طريق الخدمه بقى اربع حارات. طبعا ده يعني لسه، يعني قبل كده كان طريق الخدمه، انا طبعا مش عايز اتكلم، حضرتك اتفضلت تقولي الطريق ده كان شكله قبل كده، لا مالوش لازمه نتكلم فيه شكله قبل كده يعني. صح. يعني خلينا حضرتك بس نتكلم على طريق الخدمه لما اتعمل، وكان حصل فيه مشاكل كثيره طبعا. نتيجه الناس الخروج الخاطئ من طريق الخدمه على الطريق الاساسي او الرئيسي، فبالتالي حصل حوادث والترنات الخاطئه وخلاف ده كله. النموذج الكوبري اللي عمل ده نموذج عبقري جدا، حل لنا دي المشكله كلها. برضو عايز انوه كويس جدا على الموضوع ايه بقى. خد بال حضرتك ان انت الطريق الداخلي الاربع حارات ده يعني حارتين رايح حارتين جاي، يعني 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 كانه طريق ثاني جديد اكبر من الاولاني. ايوه. طيب ده اتعمل ليه حضرتك؟ اتعمل عشان الكثافه المتواجده في فصل الصيف، والتوقع بقى المستقبلي ان انت بقى عندك مدينه عالميه في العالمين. صح. في جامعه وحاجات كتير جدا، وفي نشاط اقتصادي هيتعمل، نشاط صناعي هيتعمل في المنطقه، فبالتالي هيبقى في كثافه مروريه في الحركه دي. طيب انا بس اللي بنوه عليه مع حضرتك وناشد الساده المواطنين بصفه عامه، ارجو من حضرتك ان تلتزم باشارات ولافتات المرور. انا والله انا مش قلقان من الطريق الرئيسي، انا قلقان من الطريق بتاع الخدمه البطيء بالظبط، اللي يروح جاي واحد عامل نفسه ناصح ويمشي فيه بالعكس. ايوه بالظبط كده يا فندم. هو طبعا الاداره العامه للمرور الموضوع ده الداخليه قسمته، الاداره العامه للمرور مسؤوله عن الطرق الطريق الرئيسي نفسه، اداره مرور مطروح مسؤوله تحت على الطريق الخدمه. عايز برضو انوه وانبه للساده المواطنين كلهم، حضرتك في رادارات ثابته رادارات متحركه، انا اعتقد حوالي يمكن 28 او 30 رادار ثابت موجودين. ليس الغرض منه استيراد سيادتك، لا ده معلن وموجود قدام سيادتك
واضح جدا الرادار عشان حضرتك تتصدر ما تمشيش بالسرعه القانونيه. مظبوط. ايضا هذا الكلام موجود على طريق الخدمه، طريق الخدمه ده حضرتك برضه سرعته 60 كيلو، يعني بالنبه اهو سيادتك، يعني انا اسف طبعا، يعني انا قصدي اقول له قول يا فندم ان الطريق 60 كيلو، في خدمات مروريه موجوده سواء اعلى كوبري. طيب هقول لسيادتك حاجه خارج هذا السياق. انت عارف حضرتك بعض الساده المواطنين المصطفين ما بيطلع على الكوبري من فوق يقف كده يتفرج عشان يشوف الدنيا اخبارها ايه تحت. طب ده سلوك خاطئ، ما حضرتك ما تعملش كده. هو هيطلع طبعاً يروشنا فوق. لكن طبعا هو طبعا بيشوف، زي انت عارف اول ما اتفتح كوبري تحيا مصر كان مفتوح حاجه عالميه. فبالتالي الناس كلها تتفرج وبتاع. يعني ده كان مزار. والله. طبعا اداره مرور عملت خدمات 24 ساعه على هذه الكباري، يعني تخيل بقى سيادتك تسع كباري دي عليها ضباط وخدمات على مدار 24 ساعه علشان ما حدش يعمل لك. فاحنا بننبه حضرتك، حضرتك ده معمول علشان يمنع الاوبستراكشن او الـ يعني ان يكون في اي مشكله مع الناس اللي داخله مع بعضها. طيب نشرح بس بسيط كده الطريق الداخلي الاول اذا تفضلت حضرتك. يعني اتفضل يا فندم. الطريق الداخلي حارتين يمين وحارتين شمال، ده جوه يعني اربع حارات. طبعا عشان احنا يعني الدوله بتعمل طرق عالميه، مفيش حاجه اسمها نحط لك بقى نيوجيرسي في النص وتعمل الكلام ده. الدوله عامله تخطيط عالمي ان انت الخطوط البيضاء متصله ببعضها، معناها ان حضرتك ده حيطه ما تعديش منها. ايوه. طيب الناس بقى عايزه تدوس تعمل ايه؟ عامله كل مسافه معينه زي صينيه في الاربع حارات دول. حضرتك من خلال هذه الصينيه تستطيع ان تعمل دوران للخلف من هذه الاتجاه وهذا الاتجاه. يبقى المطلوب من حضرتك ايه بقى؟ مش معقول ان انت تيجي بقى على الخطوط البيضاء المفروض ما تطلعش عليها اللي هي متصله دي، تروح حضرتك بقى ايه عامل يوتيرن لوحدك كده فتعمل لنا حوادث. تقول بقى شفت الطريق ماشي ازاي؟ لا حضرتك الطريق مش وحش، حضرتك اللي سلوكياتك مش كويسه. من فضل سيادتك التزم بقواعد المرور. في خدمات من الداخليه وخدمات من المرور، في اضراب متحركه وضرب ثابته، بس احنا يعني عايزين نقول الموضوع بسيط جدا. الدولة وفرت لك طريق أربع حارات داخلية، يعني مش موجودة في أي حتة والله. اللي هو أعمل إيه تاني؟ طريق داخلي تعمله أربع حارات، فمن فضل حضرتك التزم بس بالقواعد دي. والله يا ريت. زي ما سيادتك اتفضلت الكوبري موجود واندخل وضوح بسهولة، حتى عشان ما يحصلش أي اوبستراكشن هتلاقي حضرتك الطريق ست حارات موجودة اهوت اللي متجه مثلا إلى مطروح. أيوه. في الناحية، خلينا في الناحية اليوم يعني. أنا راجل بقى عايز أنزل أي قرية سياحية. من غير ما يعمل اي مشكله الحاره اليسرى اللي على الشمال خالص تحت حضرتك دي هتلاقي بعد كده تتفرع منها مطلع للكوبري زي السهم الاخضر المواضع كده. أيوه. ثم تتجه يمينا في منتهى السور. طبعا الصوره ديت يعني هو الصنيع عرضها كبير جدا، وتبتدي سيادتك تخش تتفضل تنزل على الناحيه الثانيه. في ملحوظه مهمه جدا تقول لي الله، يعني دلوقتي حضرتك كل اتجاه السير واحد؟ اقول لك اتجاه السير واحد، يعني الحارتين اللي الشمال اللي في الطريق الداخلي ده هيبقوا في نفس الطريق خط السير عشان ما يبقاش ايه عكس الاتجاه. طب الناس داير ازاي؟ زي ما قلت لسيادتك فيه، اول ما تنزل حضرتك من على الصينيه هتلاقي قدامك صينيه ثانيه، سيادتك هتلف وترتد، يبقى اذا ارتدادك ده هيبقى حضرتك ناحيه القرى الساحليه بالكامل، يعني تصميم محترم وفي لافتات ارشاديه ممتازه جدا. صحيح. طب انا بقى لو في الطريق الفرعي وعايز ادخل رئيسي برضه عشان ما يحصلش الدخول المفاجئ وتحصل حادث زي ما حصل قبل كده، لا حضرتك برضه من الحاره اليسرى تماما اللي موجوده هناك في اتجاه نفس خط السير بتاعك سواء اتجاه اسكندريه او اتجاه المطروح هتطلع حضرتك على الكوبري وتبتدي هتكمل تنزل، هتكمل على المطروح هتبقى ايضا نص دايره، هتلاقي انا عايز انزل للناحيه الثانيه حضرتك هتلف دايره الا ربع وتنزل. وطبعا في خدمات مروريه وفي لافتات زي ما سيادتك تفضلت في البرو موجوده، يعني موجوده على مستوى عالمي اللي هي اليافطه الكبيره جدا الاسترشاد اللي انت بتشوفها على المستوى، وقبل المنزل نفسه هتلاقي سيادتك في يافطه ثانيه موجوده عشان تنزل حضرتك على الحارات اللي انت عايز تروحها او الاتجاه اللي انت عايزه. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه كمجره العاده. سياده اللواء نورتنا وشرفتنا. سياده اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه الاسبق.